هيك يا جماعه بوتشها طلعت معي من الفرن. شوفوا اللون، شوفوا المنظر مع حدا، شوفوا شايفين، يا سلام. طبعا قد ما فيكم تقدروا تدعموها، شوفوا من جوا، شايفين من جوا كيف صايره. مرحبا يا حبايب، الله يسعد اوقاتكم وين ما كنتوا تكونوا كيف ما كنتوا تكونوا. وصفتنا لليوم من انواع المعجنات التركيه المشهوره كثير واللي هي فعلا كثير طيبه. رح نعمل مع بعض اليوم البوتشا التركيه اللي هي من افضل واكثر شهره في تركيا. خلينا نشوف المقادير مع بعض كيف رح نبلش ونعجنها بكل سهوله. انا اليوم رح اعجن عندي كيلو طحين، انتم بتقدروا تشتغلوا على نص كيلو طحين. خلينا نشوف. طبعا اللي بيميز هي العجينه او هي الفطيره انه هي الزبده اللي فيها، كميه الزبده اللي بالعجين قد نص كميه الطحين. يعني انا مثلا بدي اساوي اليوم كيلو طحين، عندي نص كيلو زبده بقلب العجين، ما في توريق ما في شيء، هي عجنه واحده بالزبده مع الغراض مع كل شيء. هي الزبده عندي هون، عندي البيض والمي والخميره الطريه. طبعا بتقدروا تستخدموا خميره فوريه بس نص كميه الخميره الطريه. رح اترك لكم كل المقادير بصندوق الوصف مشان سهوله ومشان ما نطول عليكم بالفيديو. مكوناتنا عباره عن ملح وسكر وخميره وبيض ومي وطحين والزبده، بس هدول الاغراض اللي رح نشتغل فيه. خلينا نشوف كيف رح نعجنها اذا ما عندنا عجان بالبيت. طبعا اذا في عندنا عجان بالبيت اذا في عندنا عجانه بالبيت بنقدر نحط المكونات كلهم سوا ونشغل عليها على الخفيف مشان ما نتعذب. اذا ما عندنا عجانه مشان ما كثير نتعذب بالعجين، رح نحط الزبده والبيض والسكر والملح والخميره مع بعض ونعجنهم كثير منيح بايدنا، بعدين ننزل عليهم بالمي واخر شيء الطحين مشان ما نتعذب. خلينا نشتغلها على الطريقه اليدويه. خلينا نبلش. اول شيء في عندي الزبده مثل ما حكينا، رح اشيل الطحين على جنب، الزبده حاطه هون بالطنجره عندي. رح انزل فوقها بالملح، بالسكر والملح عفوا. عندي 80 جرام سكر، 25 جرام ملح. رح اعمل لها فركه بايدي هيك خفيفه. مثل ما حكينا رح نفركها هيك شوي بايدنا، خلي الزبده تطرى عندي شوي. طبعا الزبده ما لازم تكون كثير ساخنه عندي مشان ناخذ العجين الصح. انزل فوقها بالبيض، طبعا فيكم تقلبوا بمعلقه كبيره ما في اي مشكله. رح نزل الخميره كمان عليهم. تمام هيك. هلا بعد ما طريت عنا الزبده صار بنقدر ننزل عليها باقي الغراض. هلا هيك رح ننزل المي، عندي 250 ملي من المي وكيلو الطحين. وبنعجن بقى هون. حاول الزبده نفركها مع الطحين بشكل جيد. هلا هيك العجين بعد ما لم على بعضه عندي صار لازم اني انزله على الرخامه مشان اخذ راحتي فيه وبنكمل العجين. طبعا العجينه بدها تكون مايله للقساوه شوي لانه فيها زبده كثير. هيك مثل ما شايفين عجينة بلشت تنعم معي واخذت كلها على بعضها، كل ما احسها شوي عم تلزق بشيلها شوي طحين وبكمل عجن. هيك يا جماعه العجينه صارت عندي تمام، شايفين القوام؟ هيك امورها جاهزه اني انا اقطعها، ما في داعي ريحها ابدا، دغري بنقطعها وبعدين بريحها بالصواني وبعدين بنحشيها. هلا هيك يا جماعه اجى وقت التقطيع، اسمحوا لي انا بدي اشلح الكفوف لانه مستحيل. عندي هي الصينيه هون ممكن تاخذ 15 20 حبه ما في مشكله. بالتقطيع بنرش هيك شوي طحين على الخفيف، نحط على ايدينا شوي ونبلش نقطع. كيف ما بتحبوا قطع. رح نقطع تقريبا 80 85 جرام بهذا الحجم ونحطها على الصينيه مثل ما هي هيك.
مثل ما قلت لكم كيف ترتاحوا فيكم تقطعوها. هلا هيك يا جماعة مثل ما لكم شايفين قطعت البوشة عندي كلها، انا طلع عندي تقريبا صينيتين 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 تقريبا 30 قطعة من كيلو طحين واحد، يعني نص كيلو 15 قطعة. اموركم بالسليم. قطعتهم تركتهم يرتاحوا ربع ساعة وهلا صار الوقت اني انا احشيهم جبنة شقوان اللي بتحبوه اي شيء بتحبوه. فيكم تطبخوا شوية لحمة تحشوها زيتون مقطع، كثير بتلبق الحشوات اللي بدكم اياها. شوكولا شغاله، انا رح احشي عندي صينيه مشان دغري نخمرها ونخبزها سوا، رح احشيها نصها اشقوان ونصها رح اتركها ساده. طريقه الحشي رح تكون على هذا الشكل، رح ناخذ القطعه نعملها هيك ونجيبها لعنا لهون، هنجيبها لهون نحط قطعه الاشقوان بهذا الشكل، نعملها هيك نسكرها، شايفين كيف سكرتها من هون، نعملها هيك بايدينا بالراحه يعني حتى نحصل على هذا الشكل، ونخلي التسكيره هي لفوق ونعمل لها هيك، شايفين هيك بتكون حشت معنا تمام. رح اعمل لهم كلهم انا مثل ما حكينا اشقوان بهذا الشكل، شايفين حطيت قطعه الاشقوان سكرتها وعملت هيك، وكل الحشوات الثانيه بنعملها بنفس الطريقه. اهم شيء نسكر هون كثير منيح مثل ما انتم شايفين، نسكر هون كثير منيح، نعمل لها هيك ومدقة هيك كم دقة تكون تمام. هيك بكون حشيت عندي الاشقوان، صار وقت اني انا اعمل لها تكبيسة هيك للسادة، لانه ما بصير تنترك هيك، شايفين كيف بهذا الشكل كثير بسيطة شغلتها. هاي الصينية هون صارت عندي جاهزة، راح ادهنها بيض. طبعا اذا بدكم صفار، بس هي بالاساس بس صفار بيض راح ندهنها، بس انتم البيض اذا ما بتحبوا مثلا كثير مثلا تاخذوا مثلا هي الريحة او هذا اللون القوي، ندهنها بيضة كاملة مع شوية حليب ما في مشكلة. انا راح ادهنها هي كلها صفار وفرجيكم بعد التخمير كيف راح تقوم ونخبزها سوا. هيك يا جماعة صار وقت اني انا ادهنهم بصفار البيض مثل ما حكينا، هي السمسم جنبي هون، هلا رح تشوف الطريقة كيف رح تكون. بالنسبة للاشقوان طبعا هدول الطرق الاصلية نقدر نعدل عليهم ما في مشكلة، شايفين عم تنزل مثل ما هي هيك بقلب السمسم بكل بساطة. وبالنسبه للساده او الحشوات الثانيه اللي مثلا الزيتون اذا بنحط عليه حبه فركه او شيء، بنعمل هيك كمان بصفار البيض او بيضه كامله مثل ما حكينا، لانه في ناس كثير بتتضايق احيانا من كثره البيض وريحه البيض، بندهنها بيضه كامله ما في مشكله. ما بتكون تدهنوها كمان انتم حرين يعني. فراح نجيب الشوكه هيك نعمل بهي الطريقه، شايفين؟ هيك يا جماعة البوشة صارت عندي جاهزة لأنها تفوت تتخمر شي ساعة وربع وتنخبز على درجة حرارة 170 لمدة 18 لل 20 دقيقة. خلينا نشوف النتيجة النهائية كيف راح تكون، أنا مالي فترة. يلا. هيك يا جماعة بوشة طلعت معي من الفرن. شوفوا هاللون، شوفوا هالمنظر مع حدا، والريحة عن جد فظيعة، ريحة فظيعة. ما بعرف شو قلكم، استنوا شوي. كمان طلع معي السميت من شوي، طبعا أنا عامل فيديو للسميت موجود بالقناة من فترة، فظيعين التنتين. خلينا نشوف البوش عن قريب. شوفوا شوفوا الطراوة، شوفوا شايفين؟ يا سلام. طبعا قد ما فيكم تقدروا تدعموها، شوفوا من جوا، شايفين من جوا كيف صايره؟ ارتاحت كثير منيح، اختملت كثير منيح. هيك كانت حلقتنا لليوم، هيك كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. طبعا موضوع تخمير البوشه كثير ضروري يا جماعه، اهتم فيه.
طبعا انا فاتتكم بشغله قبل ما نفوتها على التخمير، نتركها شغله ربع ساعه بعد الحشي، خلي الطحين يشرب الزبده كثير منيح، لان اذا فات على التخمير وعلى حراره قويه الزبده راح تروح وما راح تتفاعل وما راح تستمر اساسا معنا الطعم. فلهيك نتركها ربع ساعه ثلث ساعه بعد الحشي، وبعدها فوتها على التخمير درجه حراره 50 تقريبا لمده شيء ثلاث ارباع ساعه، ساعه معلش قد ما اخذت وقت حسب حراره الجو اللي عندكم، بس لازم تكون حراره 50. وهي السميد مثل ما حكيت لكم موجوده حلقته بالقناه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسونا من دعائكم اول شيء، ثاني شيء لايك سبسكرايب وكل شيء الشغلات الحلوه اللي بتعملوها. تحياتي انا جيبها.